بالمنطقه يعني دور ما تجي تتشاور مع هذولي. عطني نموذج جاورني. عطني نموذج. اسمح لي اسمح لي بس اسمح لي. انا جاي في السؤال بقول لك بس ابي النموذج. في عندك نموذج؟ نموذج عندك تركيا قوة اقليمية، تركيا قوة اقليمية، اسرائيل قوة اقليمية، مصر مثلا يعني لحد ما، السعودية اليوم قوة اقليمية، في افريقيا منو مثلا يعني في افريقيا مثلا في افريقيا مصر اكيد يعني. بس دكتور ما تقدر تستهين فيها يعني لا 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 ماذا تريد ايران؟ هي قوة اقليمية متميزة كمان. وهذا السؤال انا هذا قاعد احاول مع الدكتور يعني الدكتور قال عطى غلفه قال لك تبي تكون قوة اقليمية ماذا تريد ايران؟ اين تريد ايران ان تصل؟ ايران تريد ان تصل الى ثلاث اشياء: متفوقة، مساوية، ومعترف بها. متفوقة شنو؟ أنا أقول لك متفوقة على كل اللي حواليها، الجوار والمحيطين مضبط. فيها مضبط. سواء بالقوة التقليدية أو سواء بالقوة النووية. جميل. ونقصد دول الخليج وحتى المحيطين فيها العراق وتركيا وجميع ما يحيط بها متفوقة عليهم. الشيء الثاني مساوية. مساوية لمن؟ وهني يدخل قضية باكستان وإسرائيل. جميعهم نووية وتركي. يجب أن تكون مساوية. تركيا لا تملك مين نووية بس؟ لا تركيا ما لكن لا لا تركيا تدخل في متفوقة بينما ترك بينما إسرائيل وباكستان لا يجب أن تكون مساوية لهم. معترف بها، معترف بها من القوى الأوروبية والولايات المتحدة أنها صاحبة النفوذ في هذا الإقليم في الخليج العربي. بمعنى شي يعطيها ما يعني ما تبنون قاعدة لعقب ما تردوا لي الشغل والتفاوض يعني اليوم مثل العديد هذه تنشال يعني ردوا لي مثل ما كانت في عصر بريطانيا. بريطانيا قالت الخليج بحيرة بريطانية. جميل. روسيا ما لها حق تحط في ميناء بوشهر أيام روسيا القديمة. خط برلين بغداد اللي كان بيوصل لكاظمة ممنوع ما يصير، فهي بحيرة بريطانية. الآن إيران تبي يصير الخليج العربي هو تحت نفوذها، بمعنى يرد لها رأي في كل موضوع. الحين من الجانب هذا الجانب الاستراتيجي والغراء، الجانب يعني على أرض الواقع، من راح يقبل بهذا الشيء؟ دول الخليج راح تقبل؟ شوف لا 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 انا امريكا واحد تقبل مثلا؟ انا واحد من الناس امانة اعتقد ما يجري الان هي ازمة، الازمة الممتدة. هناك ازمة وازمة ممتدة، طالما طالت يعني الضرر يكون اقل، لكن التبعات اللي ممكن تصير ممكن تغير الوضع كثيرا. يعني ايران حاليا في عصر نجاد، اعتقد انها مو بذاك السوء اللي ينبئ فيه المستقبل. انا ما اخاف من ايران في عصر نجاد، لكن اخاف من الاخرين اللي ممكن يقبلون العرض المقدم لهم على الطاوله من الامريكان والاسرائيليين. العرض المقدم لهم سواء حتى في طروحات المعارضه الاخرين قالوا احنا لمتى نكد على حزب الله وعلى حماس وعلى الثوريين وعلى وليش نتحمل القضيه العربيه وقضيه فلسطين هالامور. فلو خذوا العرض الاسرائيلي أو الصهيوني أو الأمريكي سمى ما تسميه اللي على الطاولة معروف زين، معناها عطوهم الخيط والمخيط وقالوا لهم النفوذ في الخليج، الجانب الثاني نفوذ لإسرائيل، هني نضيع إحنا. زين، فهذا الخوف يعني أنت الآن مو خايف موضوع نجاد؟ أنت أعتقد أن نجاد شنو جال في معمعة التوازنات. شنو يعني شنو بنيت يعني شنو بنيت رأيك إنه والله مثلاً ممكن فترة نجاد الغربية ما يعطونا الفرصة أبو فيصل؟ هذا اللي يقصد توازنات مع بعض يعني الغربيين يعني يعني, يعني يعني المماحكات بين نجاد والمجتمع الدولي مخلي الكفتين متوازنة. بينما لو جات المعارضة بطروحاتهم اللي قاعد يقولون ليش نكد على ليش 10% من دخل إيران يروح على هالثورة؟ عندي سؤال، يتفقون معهم وإحنا نخسر بالنهاية. دكتور عندي سؤال، الآن الوضع الإيراني ضد إسرائيل وضد أمريكا قاعد يعطيك أنت نوع من المعارضة. ما في ضد أمريكا، مفروض أنت مفروض أن اليوم الدول الخليج تستغل هالمعارضة لصالحها. يعني قصدك أن يعني ندعم الرأي الإيراني يعني ضد إسرائيل؟ هاي قاعد يفيدك دول الخليج حليفة للغرب تدعم. لا لا عفوا عفوا، إحنا عندما يأتي القضية العربية عندما يأتي إسرائيل أنت جايتك فايدة بلاش عندما نستغلها. عندما يأتي لإسرائيل أعتقد أننا نتفق إحنا والإيرانيين في ضد إسرائيل. ليش مو قاعد تستغلها؟ لا مو جايتك فايدة بلاش، هو مستغل لك أيضا. بس إحنا ضد دكتور إحنا ضد يعني إحنا بنفس الحجم الوزن او بنفس العداء الاسرائيلي مثل ايران. يعني احنا ما طبعنا مع اسرائيل حاليا، مو احنا بنفس العداء، بس احنا بالنسبه احنا عندنا ايضا موازين. انت بصريح العباره ايران دوله مجاوره ودوله لها احلام تاريخيه ايضا. من قال انها التوسع يعني
قد يكون. شوف أنت بالدولة الأيديولوجية بالمناسبة لا تقول أنا والله علاقاته بس يعني هم للأمانة يعني يسجلهم أنه خلال الحرب الإيرانية العراقية ما ضروا الكويت ولا دول الجوار، هذا يسجله حقيقة، لكن من يضمن أنه ما يأتي مثل عند الآخرين ويقول لك حاكم غيره ألمهم وخرص وأخذوا ما إلى آخر. هذه واردة، هذا تاريخ أحيانا يعيد نفسه يعني القوة. إنما المنطق أنه اليوم إحنا هل نملك أنه إحنا نقول للغرب لا والله ما لك شغل؟ لا ما تملك، هذه موازين واقع. ما تملك أنا هني تسلح نفسك موازين واقع. هذا السؤال هذا السؤال هذا السؤال بمساعد إيش حقا قاعد تسلح نفسك مثل ما شرح إذا لا لو تسلح يعني أنا هذا السؤال جواب منه أبو علي. لا عندك كثافة نارية، لا عندك نوعية من الأسلحة، وممكن يبيعونك مصانع مو بالضرورة، وممكن يبيعونك مصانع أسلحة مزنجرة. عيش حق أنت قاعد خل خلنا نروح حق مساعد السؤال يعني عشان إيران تكون مثل ما قال الدكتور فائقة ومساوية ومعترف فيها وتبي تسيطر وتبي إحنا تحركنا بالنووي صحيح مالك إلا تكون قوة إقليمية خليجية إيه بالتسليح وطرح موضوع ان الامن الجماعي طبعا طبعا في اراء يعني شوف مساعد ولا